أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: لا عدوى ولا طيرة، هل لها علاقة بقدح في عقيدة المسلم؟ قدح في عقيدة المشركين الذين يظنون أن العدوى تنتقل بنفسها وأن المرض يعدي بنفسه بدون تقدير الله عز وجل، فهذا فيه الرد عليهم. أما المسلم فإنه يعتقد أن انتقال المرض إنما هو بإذن الله وبتقدير الله عز وجل، ومع هذا هو مأمور بالتوقي وأخذ الحيطة ومأمور بالعلاج وفعل الأسباب الواقية. نعم.